في هذه الحلقة من برنامجنا كيف صنعت الكاميرات السينمائية، وزينة الميلاد الزجاجية، والإطارات العملاقة. الكاميرا السينمائية هي من النوع المخصص لتصوير الأفلام السينمائية أو الصور المتحركة، تلتقط المشاهد التي تصورها على أشرطة خاصة كآلة فريدة من نوعها. تعمل المكونات المعقدة بدقة متناهية، كل ذلك في إطار تقنية مذهلة ومهارة حرفية. تؤدي الأجزاء الميكانيكية والإلكترونية في الكاميرا السينمائية حركات راقصة مؤثرة لالتقاط الصور. لصناعة التبييت الرئيس تقطع مخرطة موجهة بالحاسوب مساحات محددة في كتلة من الألومنيوم. بعد ذلك تخضع الكتلة لفحص دقيق، بذلك يتحقق الحاسوب من أن الشكل يطابق المواصفات. لاحقاً تتولى مجموعة متنوعة من المثاقب والقطاعات الموجهة بالحاسوب تحت شكل بوابة الفيلم، أي الجزء الذي سيستضيف شريط العرض. يستكمل دولاب الشحذ المهمة الفائقة الدقة. يجلي العمال بوابة الفيلم على أسطوانة دوارة مشربة بمسحوق الألماس ومستحضر تلميع. بعد ذلك يضع العمال الغراء على موجه الفيلم الذي سيدفع الشريط داخل البوابة المخصصة له، ثم يوضع الغراء على محرك الشريط وتتم مطابقة الموجه والمحرك، ثم يتم تثبيت البراغي لربطهما بإحكام. يثبت إصبعات تسجيل الشريط في مكانه. والآن يأتي دور مخلبي الإسدال. يركب العامل هذين الجزئين المصنوعين من الألومنيوم داخل حركة الفيلم واحداً على كل جهة. يتحرك هذان المخلبان إلى الأمام وإلى الوراء بينما تتراجع أصابع التسجيل، فيجر الشريط على طول الموجه، فيما تسحب المخالب الشريط إلى الأسفل تدخل الأصابع، وتكرر هذا البث بمعدل 150 لقطة في الثانية. بعد ذلك يثبت العامل البراغي على الغطاء، ثم يثبت غطاء مطابقاً آخر على الجهة الثانية. يفحص العامل كل زر على حدة. يثبت الآن محور تدوير الكاميرا. يشغل المحرك الحركة باستخدام حزام مسنن. لاحقاً يأتي دور الاختبار الميكانيكي للتأكد من أن المخالب والأصابع تعمل بدقة. هذا الجزء من الكاميرا هو المصرع، يقع بين الشريط والعدسة. يركب العامل مرآة نصف دائرية فوق المصرع، تعكس هذه المرآة الصورة إلى داخل المصوبة عندما تدور خلف العدسة. يمسح السطح النقي بسائل تنظيف خاص، أي غبار على المرآة سيعكس صورة ضبابية. ستغطي الألواح الواقية الفتحات الموجودة. هنا يدور المصرع والمرآة بانسجام. المصرع في هذا الطراز إلكتروني، لذا فهو لا يتطلب سوى رقاقة صغيرة وأسلاك كهربائية موصولة بمقابس عند الأطراف. يفحص الخبير الفني الأجزاء والوصلات. بعد ذلك يختبر الأجزاء الإلكترونية مجدداً للتأكد من أن كل جزء يعمل بصورة صحيحة. بعد الانتهاء من تركيب كل الأجزاء الداخلية، يحين وقت تثبيتها في تبييت الكاميرا. تستقر بوابة الفيلم التي شاهدناها سابقاً في موضعها. لاحقاً يركب الخبير الفني بعناية فائقة موجه الفيلم خلف الشريط ويسده بإحكام. أخيراً وليس آخراً ينزلق المصرع بلطف في مكانه. يغلق الخبير الفني إحدى جهات التبييت بغطاء لحماية لوحة الضارة. بعد ذلك يركب العامل بلطف جهاز التحكم الإضافي داخل الغطاء الجانبي للكاميرا. يحتاج إدخال شاشة التركيز هذه في حامل العدسة في الجزء الأمامي من التبييت إلى ملاقطة تمسك بها يد ثابتة. أخيراً تستقر العدسة في مكانها في الجزء الأمامي في الوسط.
بعد اكتمال هيكل الكاميرا يضع العامل مخزنا يحتوي على الشريط. يقود قليل من الدفع هنا وهناك الشريط إلى مساره الصحيح. تتأرجح الحركة إلى الأمام للسماح للشريط ببلوغ مجراه. بكبسة زر يجري الشريط بنجاح داخل هذه المتاهة الميكانيكية. تبدع هذه الكاميرا عند السرعة العالية والمؤثرات الخاصة، فهي الآن بانتظار إشارة البدء. تصعب مقاومة زينة الميلاد الزجاجية الساطعة والمتألقة. بالنسبة للكثيرين تفقد أشجار الميلاد رونقها من دون هذه الزينة. ابتكر هذه الزينة صانع زجاج ألماني في القرن 19 بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف تزيين الشجرة بالمكسرات والحلوى كالمعتاد. إنها فاكهة النظر الميلادية. تحولت الزينة الزجاجية اليوم إلى متعة بصرية. لصنع بعض من هذه الزينة يبدأ العمل على رسم تخطيطي وينتج نموذج من الجص. يستخدم هذا النموذج لصنع قالب معدني من جزئين. يأخذ العمال وعاءً أسطوانياً زجاجياً ويحرقون طرفه الأعرض حتى يلين. ينفخ العمال في طرف الأنبوب فيتمدد الزجاج المرن ويأخذ الشكل الأساسي للفقاعة. تحمل الأنابيب الزجاجية الأخرى شكل البصيلة عند الوسط. هذا الجزء هو الذي سيتعرض للنار. ينفخ العمال مجدداً حتى تأخذ الفقاعة شكلاً طولياً. توضع الفقاعة في القالب ثم تنفخ بقوة أكبر. يتمدد الزجاج داخل الشقوق ويأخذ شكله. يحرق العامل أحد طرفي أنبوب النفخ ثم يوجه الشعلة إلى أنف رجل الثلج لسحبه إلى الخارج. قد يؤدي التبريد السريع إلى تحطيم قطعة الزينة هذه، لذا يخفض العامل الحرارة تدريجياً مستخدماً لهباً أقل كثافة. إن نفخ التماثيل الزجاجية وقولبتها عمل سريع جداً. لا يملك العامل سوى ثوانٍ معدودة لإنجاز عمله قبل أن يصبح الزجاج بارداً. تتجه قطع الزينة الآن للحصول على بعض اللمعان. ستكون هذه المهمة عملاً داخلياً. يسكب المحلول الفضي داخل الحلية عبر الجذع. تغطس الحلية في المياه الدافئة لتفعيل المواد الكيميائية الفضية، ويسرع رج قطعة الزينة هذه العملية. يحرك السائل الفضي بحركات دائرية حتى يكسو السطح الداخلي للحلية. أخيراً لابد من تغطيس الحلية مرة ثانية لمنحها لمسة مرئوية من الداخل إلى الخارج. يفرغ المحلول الفضي داخل خزان ثانية لإعادة تدويره. تستخدم هذه التقنية في التماثيل أيضاً كتمثال رجل الثلج. تمنح هزة سريعة هذا الفتى جمالاً داخلياً. لاحقاً يغرق العمال قطع الزينة الزجاجية في الطلاء. وتصدع اللمسة المرئوية النهائية. هنا يحظى رجل الثلج بلمسة فنية. يرش الطلاء على التمثال لإعطائه مظهراً بارداً. يبدو رجل الثلج أكثر شبهاً بعجوز أشيب. ترسم التفاصيل بالريشة يدوياً كالخطوط الموجودة على قبعة سانتا كلوز وثوبه. هذا العمل يضفي على التمثال المزيد من العمق البصري. حالما يجف الطلاء تستخدم الفرشاة لوضع الغراء على جزئي التمثال حيث تود إلصاق الغبار البراق. يجف الغراء بسرعة، لذا يضاف المزيد. عندما يتعلق الأمر ببريق الميلاد لا نعرف معنى الاكتفاء.
بعد ذلك تحدث العاملة شقاً في الجذع وتفصله. تضع قبعة معدنية ملائمة لإخفاء النتوء. حان الوقت الآن لتوضيب هذه التحف الحساسة بعناية فائقة. توزع قطع الزينة في علب تحتضن كل تمثال على حدة. الآن حان وقت مغادرة قطع الزينة الزجاجية لإضفاء مزيد من الجمال على الأعياد. تتميز الإطارات المخصصة لآلات البناء واستخراج المعادن بحجمها الضخم، إذ يمكن أن يبلغ طولها ضعف طول الإنسان العادي، وقد تزن آلاف الكيلوغرامات. علينا ألا ننسى الثمن الباهظ لهذه الإطارات، قد يفوق سعر إطار واحد سعر سيارة عائلية عادية. تصنع الإطارات العملاقة بغية نقل الحمولات الثقيلة في ظل ظروف صعبة وعلى الطرقات الوعرة. لصنع الإطارات العملاقة يلقم الخلاط القوي بالمطاط. يضاف الكبريت ومواد مضادة للأكسدة لتعزيز متانة المطاط، إضافة إلى أجزاء من الإطارات المعادة التدوير. في الجزء العلوي من الخلاط يضاف الكربون الأسود بكميات موزونة، وهو من مشتقات النفط. تولد عملية المزج الحرارة التي تلين المطاط وتعطيه شكل العجينة. بعد ذلك تسقط العجينة المطاطية بين البكرات التي تعصرها وتحولها إلى ألواح مسطحة. يقطع العمال الشرائح المطاطية ويرمونها إلى داخل الآلة عدة مرات، وبذلك يعجن المطاط للحصول على القوام المتماسك المطلوب. بعد الانتهاء من معالجة المطاط يوضع على ناقل. تتدحرج عجلة فوق المطاط لدمغ التاريخ ورقم التعريف. يغرق المطاط في خزان مملوء بالماء الرغوي. بعد خروج المطاط من المياه يسقط على مشاجب تحركه داخل آلة التجفيف. تبقى رواسب صابونية تحول دون التصاق الطبقات بعضها ببعض حتى حين دور المعالجة التالية. يدون العامل رقم بطاقة التعريف على عينة من المطاط، ثم يعلق الرقم عينه على دورة الإنتاج، ما يدل على أنها ستخضع للاختبار. تثنى عينة الاختبار داخل علبة صغيرة وترسل إلى المختبر. بمجرد التأكد من امتلاك المطاط للخصائص الصحيحة، يصبح جاهزاً للاستخدام. في المحطة التالية تسوى الحبال الفولاذية داخل آلة. يتألف كل حبل من عدد كبير من الخيوط، كل خيط مطلي بالنحاس الأصفر. ستستخدم هذه الحبال الفولاذية لتقوية المطاط المعالج. تدخل الحبال في آلة تسمى آلة البثق. هي تشحذ وتسخن المطاط المعالج، وبعد ذلك تدفع حول الحبال لتغليفها. بذلك نحصل على ما يعرف بالمطاط المطوق بالفولاذ. تقطع الخيطان المطوقة بالفولاذ ثم تلحم معا. يظهر بنتيجة هذه العملية الحبل الفولاذي على الأطراف، لتقوم البكرات الساخنة بتغليفها بالمطاط. سيعزز المطاط المطوق بالفولاذ قدرة المطاط على مقاومة الثقوب، غير أن البنية الأساسية للمطاط تصنع من حبل النايلون المغطى بالمطاط، لذا تقطع رقائق المطاط النايلوني بطول محدد. يكدس العمال عدداً من هذه الشرائح لتشكيل حلقة فتلتصق الأجزاء، لأن المطاط غير المعالج دبق بطبيعته. تحرك آلة الحلقة حتى تبلغ الحجم المطلوب.
يمد العمال مزيداً من ثنايا المطاط النيلوني بأسلوب متقاطع لتعزيز قوته. تضيف الآلة التي تساعد في تحديد حجم الحلقة طبقة رقيقة من المطاط العادي بين كل طبقة متقاطعة، تزداد سماكة الحلقة المطاطية. تدعى الحلقة المنجزة الشريط، وهو الهيكل العظمي للدولاب العملاق. يحمل الشريط على عربة وينقل إلى المحطة التالية. ابقوا معنا لمشاهدة كيفية تشكيل الشريط المطاطي ونفخه لتحويله إلى إطار عملاق. عندما يتعلق الأمر بالإطارات، تستغرق صناعة الحجم العملاق وقتاً طويلاً. يستغرق صنع إطار عملاق نحو 24 ساعة أو أكثر، ذلك أن المطاط يحتاج إلى الكثير من المعالجات. الأمر هنا لا يتعلق بغزارة الإنتاج، بل بضخامة المنتج. تشيك هذه الآلة على مد الشريط المطاطي الكبير لجعله مرناً. تتسع محاور الآلة وبكراتها العديدة وتدور لتنقل الشريط إلى برميل دوار. ثم تضخ الآلة الهواء حول البكرات الناتئة لتسهيل النقل، بينما يدور البرميل على سرعة ثابتة للمساعدة في العملية. حالما ينتهي نقل المطاط، تتراجع البكرات ويخرج الهواء. هذا سيؤدي إلى تقلص المطاط على البرميل واتخاذ شكله. يثني العمال الأجزاء المتداخلة في وسط البرميل. أصبح الشريط المطاطي يملك الشاية الأساسية للإطار. تتولى آلة ثانية تغليف العديد من الأسلاك الفولاذية بالمطاط لتنتج خيوطاً من الفولاذ المعالج بالمطاط. تستخدم هذه الخيوط لصناعة شفة الإطار، أي الجزء الذي سيستقر على حافة الإطار. يلف العمال الفولاذ المعالج بالمطاط حول العجلة المعدنية نحو 20 مرة لتشكيل الشفة. يرفعون الشفة ويفحصونها. بعد ذلك يضعون طبقة سميكة من المطاط فوقها، وبذلك سيصل عطاء الإطار الشكل الدائري. يدفع العمال الشفة باتجاه طرف قالب الإطار المطاطي مستخدمين عجلة خاصة. تلتصق الشفة، لكن لابد من تثبيتها بصلابة أكثر. تضغط الأسطوانة الدوارة الشفة بقوة على قالب الإطار المطاطي. بعد ذلك يثني عامل الجمع مجدداً المطاط الزائد من الإطار ويلف حول الشفة مستعيناً بقوة جسدية لازمة. يضع العمال شفتين أو ثلاثاً على جهتي الإطار. بعد ذلك تتولى آلة متعددة البكرات العمل عن العامل، وتثني المطاط الزائد لتثبيت الشفاه الخارجية في مكانها. لاحقاً يدور الإطار بينما يلتف المطاط المطوق بالفولاذ حوله، وتتبع خيوط متواصلة من المطاط العادي. ينشئ هذا الخيط ما يخدم التعرجات على سطح الإطار. يلف عامل الجمع قطعة سميكة من المطاط العادي حول الحافة الخارجية، إنها جدار الإطار. تضغط الأسطوانة الدوارة على جدار الإطار. أصبح الإطار جاهزاً للمضي قدماً. هنا ينفخ الكيس الغشائي، ثم يفرغ من الهواء بينما يرشه العامل بطبقة غير لاصقة. سيؤدي هذا الكيس الغشائي دور الجزء الداخلي للقالب. يرفع الإطار فوق الكيس الغشائي المفرغ من الهواء، ثم يضخ العمال البخار داخل الإطار لتوسيعه. يمكن
يغلق قالب معدني يحتوي على تصميم التعرجات حول الإطار المنتفخ. يطبخ الإطار داخل هذا القالب ل18 ساعة. يخرج الإطار العملاق من القالب مع التعرجات مدموغاً باسم العلامة التجارية وأرقام التعريف. بعد تبريد الإطار يفحص فريق المفتشين الإطار العملاق من الداخل والخارج. بمجرد حصوله على الموافقة يصبح جاهزاً للدوران. بفضل كل هذه التعرجات العميقة نضمن لكم أن يترك كل إطار عملاق انطباعاً جيداً في موقع العمل.